معاه برشا مطالب. الشاب هذا اللي هو مهندس تونسي يحلم انه يكمل المشروع نتاعه ويتحصل على دعم من عند الدوله. التفاصيل اكيد باش ناخذوها توت سويت في اكتواليتي ماتينال. اكتواليتي ماتينال، اكتواليتي ماتينال. احمد عرابي صباح النور ومرحبا. صباح النور إيهاب. إيهاب عرابي صباح النور سيدي. صباح الخير إيهاب. خرجت في مسيرة على الأقدام لقصر قرطاج، تحب تقابل رئيس الجمهورية قيس سعيد، هز معاك كما قلنا جملة من المطالب. أنت مهندس تونسي تحلم أنك تكمل المشروع متاعك وتتحصل على الدعم من عند الدولة. خليني ناخذ معاك فكرة إيهاب، شنو اللي خلاك اليوم أنك تخرج في هذه المسيرة؟ شنية المطالب اللي هزيتها معاك لقصر قرطاج وشنية أهدافك بعد مقابلة رئيس الجمهورية؟ بيه. المطالب نتاعي واضحة، هي دعم الدولة، هي معناها يتمثل في قرض ورخصة نتاع ماء إذا كان ثم إمكانية نتاع شراء قطعة أرض صغيرة دولية. معناها باش نولي نتوفي جميع الشروط، خاطر الشروط وأموري واضحة ونجم ننتج ونربح. اللي خلاني نخرج برشا عوامل، الأولى هي اللي توانا عندي عامين نجري ونجري من إدارة لإدارة. أيوة. معناها كلمة أصبر، الحمد لله معناها صبرت برشا. وطلعت من منكل اختار رئيسي قدام شكوى، بعثوني للولاية، فهمتني ولا في الولاية مشاوني جابوني وكل شيء. معناها راهو أغلبيتي عرضوني في الولاية من الإداريين حبوا يدوزوا معايا. ممتاز. أيوة. منهم الكاتب العام مشكل، ومنهم المعتمد زول وغيرهم برشا، وتعليل قرقوني وبرشا. أما التكبيلات اللي موجودة بالقوانين نخلي حد ينجم يخدم، باللي يحب يعمل من ثم حتى إنسان مش حال في القانون ويمدلك. مش مثلا أنا بدي من أرضا ياسر الواحد يباطي يروح. أما هم ينفوز إذا أنا عمري مشي فيها، أنا طول عمري نحن من حل المشروع من حقي يكمي حيمتي فنتي ولا مش محققة. أما الدولة وفر لي المينيموم باش أنا نجم نتعب ونحقق أحلام. ما نقولش الدولة إجا حلي أكبر منبت في تونس ولا كذا، هي منبت صغير ينجم يخدم في المنطقة هذيك بين 10 و15 عائلة، فهمتي ولا؟ معناها حاجة في البلاصة هذيك راهي تسمى باهية، راهي الحوثية الشريشيرة انت تعرف من اكثر المناطق هي بالارقام الاولى في الفقر الاولى في المغرب، الفقر المدقع والاولى في انتحار الشباب معناها الاطفال مالوريزمون. لكن في نفس الوقت الحفيه خرجت شباب كيفك انت، زاد اليوم ايهاب قرع على روحه وتخرج ويحب يقدم البلوس للمنطقه نتاعو. جوست بعض التعطيلات اللي صارت بالنسبه لك انت في علاقه بهذا المشروع اللي كنت تقدمت به، واللي هو نعاود نذكر كما قلت انت انه المشروع هذا خدم تقريبا 15 عائله. خليني ناخذ فكره شنو هي القوانين اليوم اللي خلات انه المشروع هذا ما يراش النور الى حد هذه اللحظه. مثلا مثال رخصة ماء وتخويش خاطر جون رول ما بصير في الوقت باهي، انا معاك انت تعاقبني انا كمهندس شاب رغم اللي عملوا استثمار اصحاب الشهادات العليا، رغم اللي ما تمتعتش، انا تعاقبني انا كمهندس شاب خاطر انت كدولة نجم تذكر في سانتاج بتاع العباد اللي حتى في النهار ما تجيش معناها اوموا انا كي مش نزيد سانتاج مش نعمل 100 هكتارات ولا مش نفخر النار. انت عطيت رخصه قدام المعمل لا. انا ما تركبش. مفروض معمل ما قال لك علاش خاطر مش تخدم العباد غادي كل شيء. واضح. انا مش نعمل ما تخدم العباد. مش بنفس الحجم صحيح. اما مش نخدم العباد وشيب توت. في انسان قوة فلوس. واضح. قوة إرادة ما احلى كلمة قوة الإرادة، ونعرف أنه بالإرادة أكيد باش نوصلوا للأهداف نتاعنا. إيهاب معناها ما لازمناش نيأسوا، راهو من أول يعني أول إشكال يعرضنا نأيسوا. لا احنا اليوم تكون عنا العزيمة وتكون عنا الإرادة، واليوم الشباب اللي موجود في معتمدياتنا معتمديات ولاية القيروان يحب يقدم ويحب يقدم البلوس للمناطق نتاعنا وللعمادات نتاعنا. خليني ناخذ فكرة، أنت توا باش تمشي
تقابل رئيس الجمهوريه تقريبا مازال تفصلك ساعتين، وانك توصل على لقصر قرطاج باعتبار وانك خرجت في مسيره على الاقدام لقصر قرطاج، يعني محضر كل المعطيات، محضر ملف كامل لمقابله رئيس الجمهوريه على امل انه تكون فما تسهيلات على الاقل كيف تقابل رئيس الجمهوريه يسهل لكش الماموريه نوعا ما باش تحقق الهدف نتاعك. حضر كل المعطيات الممكنة، خاطر أغلبية الإدارات في تونس ما تجاوبكش، ما تاخذش رد، تاخذ رد معناها شفوي، تقول له جاوبني، تقول لك لا أنا نجاوب إدارة، أنا نرى إدارة، أنت معناها فهمتني؟ إجابات هيك ما عندكش عليها إثبات، كلام العباد ما عندكش عليها إثبات، أما المثبت وكل شيء اللي لي دوموند بتاعي عندهم برشا قريب العامين، وأنا نمشي ونجي. عندي لي دوموند نتاعي فهمتني معناها اكيد مع عامين واحد ما جاوبش. ماهوش لوجيك، فماش باش تاخذ اسمه في عامين. واضح 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 ايه. احنا اكيد باش نكونوا في متابعه للملف نتاعك، وان شاء الله مخرجات لقائك مع رئيس الجمهوريه او من يمثل رئيس الجمهوريه في القصر الرئاسي تكون مخرجات ايجابيه ولصالحك. شكرا لك ايهاب العرابي، مهندس تونسي كما قلنا في حركه احتجاجيه خرج في مسيره على الاقدام لقصر الرئاسه باش يقابل رئيس الجمهوريه قيس سعيد، لانه يرى انه تعرض لمظلمة على مستوى ولاية القيروان باعتبار وأنه حاب يعمل مشروع كمش يكون في عمادة في منطقة الحوفية التابعة لمعتمدية حفوز، منبت صغرون باش يخدم فيه تقريبا 15 عائلة، هي حلمة صغيرة لكن ينجم يكبرها أكيد إيهاب العرابي. إن شاء الله مخرجات لقاو مع رئيس الجمهورية أو من يمثل رئيس الجمهورية في قصر قرطاج تعطي أكلها بالنسبة لإيهاب العرابي. سينو هذا شنو وكان عنا في الأكتواليتي. أكتواليتي ماتينال، أكتواليتي ماتينال، موصل معكم المشوار في برنامجكم صباح الحياة يا قيروان، خليكم ديما